الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي زار المنتخب النهاردة بالمناسبة وعمل لقاءات كثيرة جدا. هنروح ونشوف ماذا قال دكتور أشرف صبحي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. أنا بشكركم جدا واهتمامكم بمنتخب مصر فريق قومي، ودي رسالة بنقولها لكل الجماهير المصرية. كلنا لازم نشجع منتخب مصر ونشجع فريقنا، هم عندهم روح معنوية عالية جدا وحاسين بمدى المسؤولية وأهمية المسؤولية. أنا اتكلمت معاهم في الحقيقة، كلهم عندهم روح عالية. إحنا بنوفر ليهم كل الوسائل، واتحاد الكرة معاهم يشوف شغلهم، عندنا جهاز فني ومدير فني على أعلى مستوى، عندنا فريق كويس جدا. ما نقعدش نقول اصل والفريق التاني، الفريق التاني احنا في رايي لم نهزم. احنا يمكن 4 مباريات اكسترا تايم، والماتش الاخير ما كانش عندنا 2 باك رايت للاصابات وخلافه، وعندنا الاستوبر الرئيسي وعندنا حارس المرمى الرئيسي مش موجودين، ومع هذا اتعادلنا واكسترا تايم، والبناليتيز دي يعني فيها توفيق. فريقنا قوي ان شاء الله رب العالمين. المهم يأدوا بشكل كبير جدا، القدر ده بتاع ربنا، واحنا ورا المنتخب القومي، وان شاء الله نتفائل دايما بالخير هنا، وربنا يكرم ان شاء الله في السنغال. ده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. الحقيقه دكتور اشرف عامل مجهود كبير جدا جدا مع المنتخب ومع كل الالعاب. الحقيقه الراجل في كل مكان بتلاقيه، ويعني ربنا يديله الصحه الحقيقه، ونتمنى ان شاء الله ان هي تكون فرحتنا ان شاء الله يوم الجمعه. معلش انا اسف ان انا بقول كل شويه هذا الكلام، ولكن الدعم والمسانده دائما ما تكون واجبه.